السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الشعب المغربي العظيم. بدأت حملة المقاطعة تؤتي ثمارها، مشاكل في أسهم المنتجات الثلاثة، إعلانات تكلف هذه الشركات الكثير، هذه الشركات البرجوازية التي يملكها من يحكمون هذا البلد، شركة سنترال تابعة لشركة أونا، أفريقيا تابعة لأخنوش، هذه الشركات التي تبيع لنا منتجات بثمن أكثر مما تبيع الشركات الأوروبية أو الشركات الأمريكية وتمتص دماء المغاربة. قرر الشعب المغربي اليوم أن يعاقبها حتى وإن ربحت شركات أخرى يملكها رجال أعمال عاديين، لا بأس، المهم أن ينزل العقاب على هذه الشركات. الحملة مستمرة وتكبر، وبفضلكم تشاركون هذه الدعوات. سنستمر لمدة شهر، وقد يزيد الأمر على الشهر، وسنستمر دائما في مقاطعة هذه المنتوجات الثلاث. شكرا لكم، لن أطيل عليكم، سأذكركم فقط أنكم شعب عظيم ويستطيع من خلال وسائل سلمية أن يحتج بطرق أخرى. هذه طريقة أخرى للاحتجاج، قوية وأكثر نجاعة وسلاح مدمر. شكرا لكم، شاركوا هذا الفيديو. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.